بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. النهاردة إن شاء الله معايا هو على الفطار، اتفضلوا معانا. اللي قلت أصور لكم الفطار، حاجة الفطار المصري اللي لازم يبقى يعني حاجة بسيطة برضو ومش مكلفة وما فيهاش أي تبذير، حاجة في غاية البساطة. طبعا أول حاجة بنبدأ بيها التمر. التمر طبعا في تمر اتاخد لان ولادي فطروا كده، ده التمر اول حاجة، طبعا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عايزين نقول برضو كل سنة وانتم طيبين. طبعا فاول حاجة انا عاملة لهم تمر هندي على عناب، ولو عايزين طريقته ممكن اعملها لكم بإذن الله على القناة. المشروب ده بيبقى تحفة جدا، وطبعا لازم لازم معاه قوالب التلج. طبعا الواحد وهو صايم بقى يقعد يشرب كده، بس اول حاجه عشان برضو انا قريتها بصراحه على الفيس ان تاخدي تمرية، ما تاخديش على طول اي حاجه ساقعه عشان ما ياثرش على البنكرياس. وانتوا عارفين طبعا البنكرياس ده المسؤول عن افراز الانسولين، عشان لا قدر الله ما يجيلكمش اي حاجه وحشه. فابداوا بتمره وبعد كده اشربوا بقى. تمام، دي اول حاجه اللي هي التمر هندي او المشروب. شوفوا انتوا بتشربوا ايه. تاني حاجه النهارده انا الطبق الرئيسي اللي انا عاملاه البانيه، البانيه اللي هي الفراخ البانيه، طبق عادي جدا وطبعا مزينه بحاجات بسيطه خالص. بانيه فلازم يبقى معاه، شوفوا بقى يعني انا بعمل مكرونه، فطبعا حتى طبق مكرونه لكل حد فينا، احنا 4 افراد على السفره وفي بيتنا، فحتى كل واحد فينا طبق مكرونه وطبعا المعالق وكده. كمان عامله لهم جنب المكرونه برضو، صايمين بقى وكده لازم ياكلوا المكرونه. سهله جدا يعني كل الحاجات دي انا قلت بلاش اصورها وانا بعملها لانها حاجات في غايه السهوله، فسهله جدا. طبق المكرونه بالصلصه، هم مش بيحبوه بالطماطم، والكاتشب اهو. طبعا الكاتشب لزوم ايه؟ لزوم البطاطس. عامله لهم بطاطس عاديه في البيت، بطاطس محمره صوابع بألف هنا وشفا يا رب، يعني غدا قصدي فطار فطار رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين في منتهى السهولة. عملت الحاجات دي في مفيش، في تقريبا ساعة خلصت كل اللي ورايا ده كله، وطبعا بمساعدة بناتي بيساعدوني وزوجي، ربنا يخليهم لي يا رب ما تحرمش منهم. لازم برضو نساعد ايه بعض، لان الام لوحدها حرام. برضو ادي طبق البطاطس، وفي طبق تاني للبطاطس، ادي طبق البطاطس التاني اهو، المشروب اهو لسه ما اتشربش. بصوا انا بقى مع البانيه لازم، ولادي بيحبوا مع البانيه سلطه الكول سلو. سهله جدا، اللي هي سلطه الكرنب. طبعا اللي هي سلطه الكرنب بتبقى سهله قوي، كرنب مع جزر كده مبشور، مع مايونيز، مع معلقه خل، مع سكر، او في ناس بتحط عليها عسل نحل زي ما انت عايزه. طبعا المخلل او الترشي لازم عشان يفتح نفسنا، في كذا نوع من انواع المخلل. طبعا احنا هاتين كاتشب، طبق بطاطس قدامنا احنا انا وباباهم، وطبق بطاطس قدام البنات، وطبعا كاتشب قدامنا وكاتشب قدامهم، ده ريموت التلفزيون عشان نتفرج بقى على ايه، على البرامج اللي هي ايه هتبتدي ان شاء الله. في كمان هقول لكم كمان على برضو ده مخلل تاني اهو، ده مخلل بقى ايه، ده مخلل ليمون. انا يعني ما لحقتش احطه في حاجه فجبناه بالعلبه بتاعته اهي، مخلل الليمون بقى طبعا يفتح النفس، المخلل اللي انتوا عارفين، بس ما تكتروش منه برده علشان الاملاح. دي كانت السفره بتاعتي اهي، سهله خالص وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه ولا اي تعقيد، وعلى قد امكانياتك اعملي فطارك فطار حلو وجميل بقى اقل التكاليف. المهم الواحد الصايم ما بياكلش كتير، يعني يا دوبك المهم حاجة كده، فما تجيبيش حاجات ياما وتعملي حاجات ياما وتترمي في الزبالة، على قد كده وبالراحة. احنا برضو في شهر رمضان احنا صايمين، فكده كده الصايم ما بياكلش قد يعني ايه ما احنا في الايام العادية. معلش التليفون بيتهز مني، بس ده فطاري النهاردة كنت عايزة اوريه لكم، كنت عايزة اديكم يعني الفكرة من الفيديو، ان اقدم لكم انا بقدم ايه مثلا لو حد ياخد فكرة منها او حاجة. الافطار بإذن الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله كده يكون افطارا شهيا إن شاء الله، وصوما مقبولا. وما تنسوش وانتوا بتفطروا الدعوة،
ادعوا لأي حد انتوا بتحبوه، وادعوا لأنفسكم بالمغفرة، وادعوا بكل حاجة، لأن إن شاء الله الدعوة بتبقى مستجابة. ودي كانت سفرتي النهاردة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.